طبعا بعد أن عبرنا عن مشاعرنا الأولى بعد خروج المنتخب الجزائري من سباق التأهل إلى مونديال قطر 2022، وبعدما بدأنا نلتقط أنفاسنا وهدأت أعصابنا نسبيا، أردت أن نسجل هذا الفيديو لكي أعبر عن رأيي بالصورة والصوت، وأعبر عن مشاعري، وأعلق عن بعض تداعيات الإقصاء لحد الآن بعد يومين من خروج المنتخب الجزائري، ونعلق على الإقصاء بعجالة، ونعلق على ما يثار من فيما يتعلق بمسألة الطعن الذي تبين بأن الاتحاد الجزائري قام به رسمياً، ونعلق على استقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وممكن أيضا مصير جمال بالماضي، وبالتالي نحاول نعبر عن رأيي عن كل ما يثار في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي. بداية بالنسبة للإقصاء، أعتقد بأنها مثل ما نقوله بالعامية ما كتبتش. الخلاصة هو أنه ما كتبتش. كنا على بعد 10 ثواني من التأهل. لو خلصت اللقطة الأخيرة ما كنت نعمل الفيديو ونقول الكلام اللي راح نقوله، يعني كنا تأهلنا للمونديال وكنا قلنا كلام آخر، كان رئيس الاتحادية لا يستقيل، ولا فيه طعن ولا فيه تذمر ولا فيه كلام عن رحيل جمال بالماضي أو بقاؤه، كنا ندخل في عالم آخر، ولا كان فيه كلام عن حكم المباراة. أي نعم، أنا لم أشاهد المباراة أثناء في حينها، شفت ملخصات في الليل، يعني تبين بأنه حكم المباراة ارتكب الكثير من الأخطاء. نقول ارتكب الكثير من الأخطاء، أنا لا أتحدث عن النوايا، لأنه سهل جدا أنه أي إنسان يتحدث عنها والنوايا ويلقي التهم. نقول بأنه الخطأ، الحكم لم ينصف المنتخب الجزائري، ارتكب الكثير من الأخطاء، لم يذهب إلى الفار مرتين أو ثلاثة، هدف المنتخب الكاميروني كان فيه خطأ. قد يقول قائل بأن هذه أخطاء تقديرية بالنسبة لحكم المباراة، وبالتالي ليس هناك تحامل على الجزائر، والدليل أنه لو مرت اللقطة الأخيرة لكنا في المونديال. أنا لا أبرر ما فعله الحكم، أنا جايدا جزائري متابع للكرة، ونقول بأنه حكم المباراة ظلم الجزائر أو لم يكن منصفا، حتى لا أقول شيء آخر لأنه ما عندناش الأدلة على ذلك. هذا يقودني للحديث عن الطعن، لأنه بعد ذلك تم تداول في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام كلام عن طعن تقدمت به الجزائر للاتحاد الأفريقي والفيفا بشأن حكم المباراة أو بشأن أشياء أخرى أنا لا أعرفها، لأنه ولا واحد يعرف محتمل الشكوى أو الشكوى التي تقدمت بها الجزائر. إذا كانت الشكوى بسبب أخطاء تحكيمية فالأمر عادي جدا، وخليوني أقولها لكم لن يكون أي شيء. إذا كان عندنا في الشكوى الاتحاد عنده أدلة بأنه فيه رشوة أو فيه إقرار من حكم المباراة بأنه تلقى رشوة أو أخطأ في حق الجزائر، هنا ممكن الفيفا تفتح تحقيق. لذلك لا يمكن أن نستبق الأحداث ونتحدث عن أي شيء من دون علمنا بما تتضمنه الشكوى وما يتضمنه الملف، وكيف سيكون رد فعل الفيفا بقبول فتح التحقيق من عدمه. فبالتالي سابق لأوان الحديث عن إعادة مباراة أو إعادة قرار. أنا أعرف بأن المشاعر شوية حركت البعض وخلته الأمنية تصبح حقيقة بالنسبة إليه ومنطق بالنسبة إليه. المهم أنه اليوم المنتخب الجزائري خرج، لم نكن نستحق الخروج نظريا وعلى الورق، لأنه عندنا منتخب كان المفروض يكون في المونديال. فقدنا التركيز في 10 أو 20 ثانية الأخيرة من المباراة، وضيعنا التأهل. لعبنا مباراة محترمة، خلقنا فرص للتهديف، تحكمنا في اللقاء، يعني مثل ما تحكمنا في مباراة الذهاب وفزنا 1-0. يعني من ناحية الفنية اللاعبين لا يلامون كثيرا ولا المدرب. أوكي، قد نناقش بعض الخيارات
ولكن ليس هناك لوم كبير جدا على أخطاء ارتكبت يعني، أو على خيارات لم تكن موفقة. قد نناقش بعض الخيارات لجمال بالماضي والتي الآن يمكن أن نقول بأنها كانت خاطئة أو لم تكن موفقة، ولكن على الأقل نتائجهم وأدائهم وروحهم تشفع لهم نسبيا. وبعدين نحن نفهم كرة ونعرف بأنه الكرة أيضا توفيق، مش فقط لاعبين مهاريين ومدرب متميز وتشكيلة عندها روح وتلعب كرة وتكتيك ومهارات ومش عارف واش، هناك أشياء أيضا حول الكرة مثل الحظ والتوفيق ومثل أيضا الكواليس اللي عندها دور هي كذلك، واللي فقدنا فيها الكثير من الخصوصيات والمميزات التي يتمتع بها آخرون وكنا نتمتع بها في السابق. طبعا التداعيات كانت الإقصاء، وبعدها كانت استقالة رئيس الاتحاد الجزائري، سواء استقال طواعية أو دفع إلى الاستقالة أو طلب منه أن يرحل، فأعتقد بأنه الأمر عادي وطبيعي، وأعتقد بأنه من ناحية الأدبية والأخلاقية وحتى المهنية الأمر عادي أنه رئيس الاتحاد ينسحب والمكتب الفيدرالي ينسحب حتى يفسح مجال لمكتب آخر ورئيس آخر يعطي نفس جديد للكرة الجزائرية. مانيش أنا باش نقيم ولا نفعل، الجمعية العمومية هي اللي تقيم أشغال، تقيم السنة اللي قضاها رئيس الاتحاد على رأس الاتحادية، ولكن أعتقد بأن رحيله أيضا عادي وطبيعي دي، سواء كان مطلب جماهيري أو لا، لأنه هنا الحكاية ما يشهنا. أعتقد بأن رحيله عادي وطبيعي ومنطقي هو والمكتب الفيدرالي. حديث الآن يطور حول مصير جمال بالماضي، كثرة التكهنات والتخمينات وحتى التسريبات. أنا صراحة كنت سعيد جدا أنه جمال بالماضي في الندوة الصحفية لم يتسرع ولم يتخذ أي قرار سواء بالبقاء أو الرحيل، هو مازال عقده يمشي على كل حال، لم يتخذ أي قرار بالبقاء أو الرحيل مباشرة بعد الندوة الصحفية، وأنا فرحت اللي عطى لنفسه الوقت باش يفكر ويقرر ويشوف الأشياء كما ستكون. طبعا غالبية الناس يتمنوا جمال بالماضي واصل، أعتقد بأن جمال بالماضي بقات له حرقة هو كذلك، وأتصور بأنه يتمنى أن يواصل. هل بإمكانه فعل ذلك؟ مش عارف، هو اللي عنده المعطيات. أنا نظن بأنه يجب أن نعطي الوقت للوقت، والقرار اللي يتخذه جمال بالماضي سواء بالاستمرار أو بالرحيل لازم نقفه معه. إذا قرر أن يستمر لازم نقفه معه بقوة ونساعده ونوقفه مع منتخبنا كما وقفنا لحد الآن. إذا قرر أنه يرحل لسبب أو لآخر، وخاصة إذا قرر أنه يرحل لأنه يعتقد بأنه لم يعد بإمكانه أن يقدم المزيد، فما لازمش نضغط عليه أكثر ونضغط على منتخبنا، لأنه في هذه الحالة رح يكون بقاؤه ليس في صالح المنتخب الجزائري. أنا أمنيتي أنه يواصل، وأمنيات الكثيرين أنه يواصل مع توفر شروط لازمة لعمله، لأنه عارف لو يواصل بأنه رح يستفيد كثيرا من الدرسين، من الدروس كلها، مش فقط الدرسين، أقصد كأس إفريقيا وكأس وتصفية كأس العالم. أنا أتصور بأنه سيستفيد كثيرا من دروس ثلاث سنوات ونصف اللي قضاها لحد الآن، وسيراجع الكثير من الأشياء كثير أكيد، وسيصر على أشياء أخرى أكيد، وبإمكانه أن يصحح الأمر، وأنا متأكد من ذلك، ومتأكد بأنه إذا أخذ قرار الرحيل معناه أنه عارف بأنه مش قادر ويريد أن يتخذ القرار في صالح المنتخب. أنا هذا هي وجهة نظري لحد الآن في الأربع نقاط اللي تحدثت عنهم، اللي هي الإقصاء، اللي هي الطعن، اللي هي رحيل رئيس الاتحاد، واللي هي مصير جمال بالماضي. بالأخير نقول لكم أوكي، غضبنا كتير وتألمنا كتير، طبيعي جدا، لكن هذه الكرة في المحصلة وفي النهاية ما حبتناش نكونوا في كأس العالم 2022 في قطر، وحنا مؤمنين ومسلمين ونأمنوا بالقدر. أي نعم، ما خليناهاش فقط للقدر، اجتهدوا اللاعبين واجتهد المدرب، والناس كلها تعرف بأنه المنتخب الجزائري من بين المنتخبات العربية والإفريقية
وحتى العالمية الذي يستحق التواجد في المونديال، ولكن ما كتبتش. إن شاء الله خيرها في غيرها، والدنيا مستمرة، والمنتخب لن يتوقف، والحياة تستمر ولن تتوقف، والزعاف تاع الجزائريين أكيد راح يتلاشى ويروح مع الوقت، ونشوفوا أشياء أخرى، ويعاود يرجع المنتخب الوطني ويرجع لي نتائج أفضل بإذن الله. هذا واش حبيت نقول. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله موفقين دائما إن شاء الله. تحية الجزائر.